جميع قواتنا على أتم الاستعداد يا سلطان الشرق. ليس بعد يا ابن منقذ، لن يكون الشرق شرقا إلا بعد أن نخلص أرضنا العربية كلها من الفرنجة الغزاة. وها قد حانت الساعة لنخلصها يا أخي السلطان، لم يبقى إلا أن تعطي إشارة البدء لتندلع الحرب فوق رؤوسهم. ليس بعد يا عادل. ما الذي يدور في رأسك يا صلاح الدين؟ لقد أعددنا كل ما يلزم للقتال، وحماس الجنود في أعلى درجاته. إني أنتظر حدوث شيء معين. تنتظر؟ تنتظر ماذا؟ يا أخي السلطان، لقد انتظرت أن يجنح الفرنجة للسلم فخذلوك، ففيما انتظارك إذن؟ مولاي السلطان، رسول من الخليفة العباسي في بغداد يا مولاي، فلتأتي به إلي يا قرقوش. الحمد لله، هذا ما كنت أنتظر. وماذا تنتظر من الخليفة يا أخي؟ فالمعركة معركتنا. بل هي معركة العرب كلهم يا أخي العادل، وطالما أن خليفة بغداد هو أمير المؤمنين فقد دعوته ليأتي بجيشه ليقود المعركة بنفسه. وليس هذا فقط، بل سوف أتنازل له عن كل سلطاني في مصر وفلسطين والشام. ماذا تقول يا أخي؟ تتنازل عن كل إمبراطورياتك التي كونتها بجهدك ودمك؟ ليست إمبراطوريتي يا عادل، بل هي إمبراطورية العرب جميعا. ولكن أنت الذي كونتها يا صلاح الدين بجهدك وكفاحك ضد المتآمرين والخارجين، وتترك هذا كله لغيرك يا صلاح الدين؟ إنها ليست غنيمة أتركها أو مكسبا أتنازل عنه يا أخي العادل. هذه الإمبراطورية الآن مهددة من قبل الغزاة الفرنجة، إنها معركة مصير، فإما أن نكون أو لا نكون. سنكون بإذن الله بك يا صلاح الدين. في هذه اللحظة الفاصلة ليس هناك أنا ولا أنت ولا هو، بل كلنا في واحد. ولذلك عرضت على خليفة بغداد وهو أمير المؤمنين أن يقود جيوش المؤمنين، وأن أكون أنا جنديا من جنوده. السلام على السلطان صلاح الدين سلطان مصر والشام وفلسطين. وعليك السلام يا رسول أمير المؤمنين. أين الرسالة؟ إنها ليست رسالة مكتوبة يا مولاي، فقط أمير المؤمنين يعتذر عن تلبية رغبتكم في الحضور إلى ميدان المعركة نظرا لانشغاله في مهام الخلافة. مهام الخلافة؟ وهل هناك ما هو أهم من خطر الفرنجة الذي يهدد خلافته ويهدد الشرق كله؟ مولاي الخليفة يثق بكم وبقدرتكم يا مولاي السلطان. إذن أبلغ مولاك الخليفة أنني أشكره على رسالته الكريمة، وأخبره أنني ما طلبته لشيء إلا ليكون رمزا لوحدة العرب، ولنكون وراءه جميعا كالبنيان المرصوص. ولا أملك الآن إلا أن أرد عليه بقوله سبحانه وتعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بإذنك يا مولاي. لا تبتئس يا صلاح الدين، فماذا تنتظر من خليفة لا يشغله إلا متاع الدنيا؟ لقد أعطيته متاع الدنيا، تنازلت له عن قيادة الجيش ووهبته كل سلطاني، فماذا كنت أفعل له أكثر من هذا؟ مولاي،
وصل الرسول يعقوب المنصور سلطان دولة الموحدين بالأندلس. أدخله على الفور يا قرقه. شيا، أرسلت رسلا إلى كل أطراف البلاد العربية. اللهم عوضنا به عن خليفة العباسيين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تحمل إلينا موافقة مولاك يعقوب المنصور على الانضمام إلينا في حربنا ضد الفرنجة. أين الرسالة؟ لا رسالة. مولاي أمير المؤمنين يعقوب بن منصور غاضب منك لأنك في رسالتك إليه لم تخاطبه بيا أمير المؤمنين، فكيف يضع يده في يد من لا يعترف بخلافته؟ بعد إذن مولاي. هذا كل ما يهمه في الأمر؟ أن تخاطبه بيا أمير المؤمنين؟ من أجل كلمة تضيع أمة؟ لن تضيع يا صلاح الدين، لن تضيع، إنها معركتك وأنت لها. صلاح الدين، لقد تعودنا منك دائما أن يستعين الناس بك، فلماذا تستعين بأحد؟ لا أملك الآن إلا أن أقولها ثانية: حسبنا الله ونعم الوكيل. والآن لقد أعددنا عدتنا ووضعنا خطتنا، فعلى بركة الله نخوض معركتنا، وليكن شعارنا دائما النصر أو الشهادة. عاش السلطان صلاح الدين! عاش السلطان صلاح الدين! عاش السلطان صلاح الدين! عاش السلطان صلاح الدين! عاش قاهر الفرنجة! عاش قاهر الفرنجة! عاش قاهر الفرنجة والمجانين! عاش قاهر الفرنجة والمجانين! الله أكبر! 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 الفرنجة ساعدتونا للتحرك يا أخي. نحن جاهزون الآن يا قرقوش. جاهزون يا سيدي، وكلنا شوق للمعركة. أيها الرجال، هذا يوم مشهود في تاريخ الشرق كله، وهذه هي المعركة التي انتظرناها أكثر من 88 عاما، حين دخلت جحافل أوروبا، دخلت بلادنا واغتصبت أشرف مقدساتنا واستولت على أشرف مدننا بيت المقدس. اليوم أيها الرجال، في هذا المكان الذي شاءت الأقدار أن يكون ساحة للمعركة، هنا وعلى أرض حطين ستكون معركة المصير. أيها الرجال، في هذا المكان سنخوض معركة نستعيد بها كل شبر من أراضي الشام وأراضي فلسطين. سوف نحرر بيت المقدس، وشعارنا دائما النصر أو الشهادة. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! Thank you.
الحمد لله. ايه يا اخي العادل، ما اخبار جنودي وقواتي؟ كلهم يشيدون بك، فقد احسنت حقا التخطيط والقتال يا اخي السلطان. وانت يا اخي العادل، هل أبليت في موقعك بلاء حسنا؟ كم رأسا من الفرنجة قطعت؟ لم أحصها يا أخي، ولكنهم كثير. كم دعوتهم إلى السلم ولكنهم أبوا واستكبروا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وها قد جاء نصر الله. ليس بعد يا أخي العادل، ليس بعد، بل جاء يا أخي، جاء، وعلى بابك ملك الفرنجة يطلب لقائك. ماذا؟ هل أسرتم ملك الفرنجة؟ لا، بل جاء بنفسه رافعا راية بيضاء
وخلفه جيشه منزوع السلاح. يا للبشرى، ادخله يا اخي عادل. امر مولاي. اللهم اعني على تحقيق العدل والسلام على ارضك الطاهرة. كم كرهت الحرب كما ذكرتنا في كتابك العزيز، فأنت يا الله على ما أقول شهد. أيها السلطان صلاح الدين، جئتك أعظم خططك العسكرية في معركة حطين. الحق ما شهد به الأعداء، وها أنا أشهد لك بذلك وأسلم بهزيمة جيشي، طالبا الأمان لنفسي ولكل جنودي، بعد أن ألقينا سلاحنا. تعالوا معي. أيها الجنود، هذا هو ملك الفرنجة، جاءنا يسلم جيشه ونفسه. الله أكبر! الحمد والشكر لله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أخي العادل، أحسنوا معاملة الأسرى. أمر مولاي. تفضل بالجلوس أيها الملك. أيها السلطان صلاح الدين، أشكرك على أمرك بحسن معاملة الأسرى. هذه هي تعاليم الإسلام وشيم العرب، وما أعظمها. أيها السلطان الكريم، إنني أكاد أموت عطشا. تفضل بالجلوس أولا، فأنت في حاجة إلى راحة النفس قبل البدن. اجلس. تفضل الماء، اشرب. تقدم لي الماء بنفسك وانا اسيرك المهزوم. هون عليك ايها الملك، فهذه ايضا من شيم العرب، اذا اعطيتك الماء بيدي فقد اسبغت عليك السلام. اشكرك ايها السلطان، واعفني بربك من شرب الماء. لماذا أيها الملك وأنت تكاد تموت عطشا كما قلت لي؟ أخجل من نفسي، كيف أروي ظمئي وجنودي لا يجدون قطرة ماء؟ تعال معي لترى بنفسك ماذا يحدث لجنودك. تعال. قلبك الآن
كان وهذا ضميرك أيها الملك. نعم نعم. خذ ماء أكثر. أشكرك أشكرك، هذا يكفي. ظننتك أيها السلطان أنك قد خططت لقتلنا عطشا. هذه بالفعل كانت إحدى خططي. وإذ بك الآن تكف يدك عن قتلنا، نعم، وتقوم بنفسك بإرواء ظمائنا، فماذا تكون بالله عليك إذا لم تكن ملاكا مباركا من السماء؟ ما أنا إلا إنسان، أوصاني ربي بالفرائض والعبادات ولم يجعلني جبارا شقيا. ما دام قلبك الكبير يسع كل هذه الرحمة، فلماذا لا تتركنا نعيش في أورشليم في أمن وسلام؟ لماذا تحاربنا؟ لماذا تريد طردنا من أرض نقدسها وتعيش في قلوبنا؟ أيها الملك، إذا كانت القدس التي تسمونها أورشليم أرضا تقدسونها، فنحن أيضا نقدسها، وإذا كانت تعيش في قلوبكم فنحن نعيش فيها وهي تعيش فينا بأكثر منكم، فهي جزء من أرضنا التي ولدنا فيها ونشأنا عليها، لم نأخذها من أحد ولن نسمح لأحد أن يأخذها منا. أيها السلطان، أنا لم أقصد إثارتك، ولكن لماذا لا تكون مكرومة منك وأنت سيد الكرماء فتهب لنا أورشليم، أورشليم فقط، لنعيش عليها ونقيم عليها دولتنا ونعيش بينكم في سلام. طالما ذكرت السلام فاجلس واسمعني جيدا. إذا كنتم تريدون أن تعيشوا بيننا في أمن وسلام فمرحبا بكم، أما إذا كان هدفكم أن تقيموا دولة لتعيشوا في ظلها فلماذا لا تعيشوا في ظل دولتنا؟ ولكم ما لنا وعليكم ما علينا. وهل يديرك أن نقيم دولة صغيرة في أورشليم بينما أنتم تملكون الشرق كله؟ أيها الملك، لا تمكر بي وإلا مكرت بك، واسمعني جيدا. منذ أن جئتم إلى شرقنا العربي قبل أكثر من 88 عاما وأنتم تزعمون أن قبر السيد المسيح هو هدفكم، فماذا فعلتم؟ استوليتم على القدس والرها وأنطاكيا وطرابلس وصور وصيدا ويافا وحيفا وعكا وعسقلان ونابلس وبيسان، واستوليتم أيضا على الرملة والكرك والشوبك وطبرية والناصرة وبيت لحم وغزة ودير البلح، ولم تكتفوا بهذا فقط، بل حاولتم الاستيلاء أيضا على مصر، وواصلتم الزحف بجيوشكم نحو بلبيس والقاهرة ودمياط وتنيس والإسكندرية والمنيا. أهذه هي الدولة الصغيرة التي تريدونها أيها الملك، أم أنكم تريدون أن تملكوا الشرق كله من النيل إلى الفرات؟ أجبني! أيها السلطان العظيم، ليس عندي ما أرد به عليك، فكل ما قلته حق. صلاح الدين! أين أنت يا صلاح الدين؟ ما هذه الطاقة؟ أين قائدكم يا عرب؟ أين قائدكم؟ أين إمبراطور العرب؟ أين الإمبراطور؟ ماذا يحدث بالخارج يا عرب؟ إنه الكونت دي شاتيون. كونت أرنولد، كم اشتقت للرجال.
الامبراطور؟ اين الامبراطور؟ انا الجولد جنرال ديساتيا. اين ها انا ذا صلاح الدين. قد ظهرت اخيرا يا صلاح الدين. رينوت اهدأ واسمعني. انا لا استمع لملك مهزوم. انت وحدك سبب هذه الهزيمة. انت وحدك سبب كل الكوارث التي حلت بنا نحن الفرنجة. كسرت الهدنة، قتلت الحقيق، اسرت اخت السلطان، فحلت بنا الهزيمة. أنت الذي تقول هذا يا ملك الفرنجة المهزوم أنت. فماذا تركت لصلاح الدين؟ ترك لي القصاص منك. سلم نفسك للسلطان واطلب منه الصفحة والمغفرة لعله يصفح عنك. أنا أسلم نفسي لصلاح الدين وأترك لغيري أن يقتله. أنا قتلت المسجد. لا، لن يقتله سوى سيفي هذا. وأنا ما تمنيت على ربي إلا أن ألقاك. تذكر نبوءة النجوم بأن أحدنا سيقتل الآخر بعد 30 عاما؟ وها قد ولت الأعوام 30، فماذا أنت فاعل؟ جئت لأحقق النبوة وأقتلك.